بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداه. وتبدأ القصة والحكاية بخبر من الله سبحانه وتعالى للملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فتستفهم الملائكة عشان خبرتها السلبية عن سكان الأرض السابقين، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فجه التعليم من الله سبحانه وتعالى للملائكة، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى علم الملائكة إن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، وجعل آدم يحكي للملائكة. وفي هذه القصة معنيين مهمين جدا جدا. في القصة اللي بنحكيها عن أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان خليفة في هذه الأرض، وجعل العلم هو المعنى الذي به اقتنع الملائكة بأن الإنسان لن يكون كغيره من المخلوقات. المعنى الأولاني اللي في القصة دي كلها إن الله سبحانه وتعالى الذي علم سيدنا آدم، فالله هو المعلم للبشر على الحقيقة، فالله هو المعلم. المعنى الثاني أن الله جعل مناط تشريف الإنسان وتكريمه هو العلم، وهذا يعمل إيه؟ يفسر لنا ليه الحكماء وأهل البصيرة بيعشقوا العلم كل هذا العشق، لأنهم بيشوفوا في حلقات العلم حقيقة أن الله هو من يعلمهم، فلا يتصوروا الحياة بدون علم وبدون تعلم، لأن العلم في نظرهم هو اللي بيعطي لحياتنا معنى، وهو معنى التكريم الإلهي. وده اللي يفسر لنا ليه كان الإنسان الكامل اللي هو حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عاشقا للعلم، مربيا للأمة على هذا العشق، وكأنه يعلم الصدق في حب الحياة، فتصبح السنة الإلهية في الإنسان أن من أراد أن يكون محبا للحياة فليكن دائم التعلم. وعشان كده الصفة اللي عندنا النهاردة صفة فيها مزيج، صفة بتوصلنا إلى حب الحياة، بس من باب أوسع وأجمل، عشان نقدر نكتشف ما في الحياة من جمال، وهو إن حضرة النبي هو المحب للعلم والمعرفة. ربنا وصى حضرة النبي إنه يستزيد دائما، وحتى قال العلماء لم يطلب الله سبحانه وتعالى من حضرة النبي إنه يستزيد إلا من العلم، وقل رب زدني علما. يبقى الله سبحانه وتعالى طلب من حضرة النبي إنه يستزيد من العلم. وتعالوا كده نشوف جمال حضرة النبي وهو بيعلم أصحابه في موقف قد إيه بيدل على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلم، ولكن بأسلوب سهل وبسيط ويوصل لكل الناس. مرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي إمام بالناس بالصحابة، وكان بيصلي معاه واحد لسه داخل الإسلام جديد اسمه معاوية بن الحكم السلمي، لسه عارف بعض الحاجات البسيطة زي المسلمين الجدد، لسه عارف حاجات بسيطة عن الإسلام. وحضرة النبي بيصلي، عطس واحد من الصحابة، فراح سيدنا معاوية بن الحكم قايل له: يرحمكم الله. فبيقول: فصار الناس يصمتونني، اسكت. الناس يعني ايه؟ يبصوا له ويبرقوا له عشان ايه؟ ما يتكلمش. فهو راح قال لهم ايه يعني زي مالكم؟ فقال لهم: ما شأنكم؟ بتنظروا الي ليه؟ فلما وجدوه يتكلم بدأوا يشيروا له، بيسكتوه يصمتوه. فلما شافهم بيسكتوه سكت، قال: لا، انا يبدو ان انا عملت مصيبة، فسكت. فلما حضرة النبي خلص الصلاة بيحكي سيدنا معاوية ويقول عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: فبأبي هو وأمي الله على هذا الكلام، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وكمان من المواقف الرائعة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحببنا في العلم، إيه اللي يحصل؟
وان هو بيوصل العلم لكل الناس بما يستطيعوا ان هم يصلوا اليه. في واحد من الصحابه اسمه ابي رفاعه العدوي، وهو مش ساكن في المدينه مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل المدينة فلقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول درس لأصحابه أو بيخطب فيهم، فقال لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته وراح حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وراح جايب الكرسي وقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه عن الإسلام، يعلمه ما الإسلام. وحضرة النبي عشان يبين لنا جمال وروعة كمان العلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. هو ممكن يبقى فيه رياض للجنة في الدنيا غير حلق الذكر؟ حلق الذكر اللي هي العلم، يعني حلق العلم. العلماء باتفاق قالوا إن أحد معاني ده مجالس العلم. طب ليه خلاها رياض الجنة؟ ليه حضرة النبي قال إن هي رياض الجنة؟ عارفين ليه؟ لأن لا يتعلم الإنسان إلا من المعلم الأول من الله، ولا يتعلم الإنسان إلا إذا أدخله الله سبحانه وتعالى جنة قربه وجنة أنسه. وعشان كده مجالس العلم مالها؟ تقطع قطعا من رياض الجنة. وعشان كده يا سادة، العلم هو اللي بيخلي حياة الإنسان تتجدد، فيتخلص الإنسان من ضيق الملل، ويتخلص الإنسان كمان من كل ضيق يتعلق بالوحشة، لأنه ساعتها بيأتنس باللي بيعلمه وهو مولانا سبحانه وتعالى، ويتخلص كمان من ضيق السخط، لأنه العلم بيوسع له مداركه وبيخليه يعرف نعيم الله وفضل الله في الدنيا، فيتخلص من السخط. إذن العلم جنة بتكون في قلب الإنسان. وعشان كده احنا دايما نقول للناس إن عمود العمران هو حب الحياة، وحب الحياة يزيد وينقص، يزيد بالعلم والعمل بأمل، وينقص بالإحباط والكسل. إذا حبينا بقى نعرف إيه الأشياء المعينة لنا عشان نقدر نعيش بحب الحياة عن طريق العلم، ويفضل هذا معبر عن وصلنا بالله وقربنا من الله، لأن الله هو الذي يعلمنا وهو الذي يجعل الحياة جنة عن طريق مجالس العلم، لأن مجالس العلم إذا كانت رياض الجنة فتصبح حياتنا جنة، ويصبح حبنا للحياة هو حبنا لجنة العلم. أول حاجة، جدد الأعمال اليومية اللي بتعيشها، فبعد ما تصحى وقبل ما تروح الشغل وقبل ما تروح الشغل وقبل ما تنام، حاول تقعد دقيقة عشان تستقبل نعمة ربنا، وسمي الدقيقة دي دقيقة الاطمئنان. ولذلك كانت أذكار الاستيقاظ المسقوط دي أن تستيقظ وتحب نعمة الله وترى نعمة الله. شوف كده، أصبحنا وأصبح الملك لله، فكأنك بتستقبل نعمة الحياة وتستشعر إنها مدد من عند الله سبحانه وتعالى، بيغمر حياتك بأنوار المدد والنعمة. فعشان كده أنت كمان لازم تذكر نفسك بنعمة الله سبحانه وتعالى على كل حال. الإجراء الثاني، اعمل عمل جديد صغير كل يوم يجمع ما بين العلم وحب الحياة. وأنا برشح لك إن العمل ده يكون في مجال من مجالات التلاتة، أو في المجالات التلاتة اللي هقول لك عليها: علاقاتك، إدراكك لذاتك، مستقبلك وسعادتك. أقترح عليك في العلاقات إن أنت تتعلم كيفية صيانتها، إزاي تصون العلاقات، وده شيء مهم. زي تتعلم مثلا إن أنت تصون علاقتك من الناس، إن أنت لما تسمع كلام حد تلخصه بعد ما تسمعه. وكمان تتعلم حاجة في إدارتك لذاتك، تتعلم ازاي تنمي مناعتك النفسية امام الضغوط. وما يتعلق بمستقبلك وسعادتك، تعلم كتابة الرسائل لشخصين تصفهم لهم كيف يحصلون على السعادة في المستقبل. الاول هو انت، اكتب رسائل ليك لنفسك، والتاني هو ولدك او تلميذك عشان يجدوا رسائل مليانة نصايح ومليانة علم ويخلي حياتهم افضل. واخر حاجة، ادعي ربنا سبحانه وتعالى عشان يجدد حياتك دايما، وقول في الدعاء: اللهم حبب إلي الحياة حتى أجدد إيماني بذلك الحب، وافتح علي من الرجاء ما يجعلني أزداد أملا مع كل نفس من أنفاسي، لكي أحيا به وتزداد حياتي نورا وسعادة بجميل تجلياتك علي بأنوار العلم.
يا عليم يا ودود يا جميل، جمل حياتي بأن تجعلني أكثر نورا وأكثر علما، لكي تصبح حياتي قطعة من رياض الجنة. عندما تصبح حياتي مجلسا للعلم أتعلم فيها منك يا كريم يا ودود يا رب العالمين. ألقاكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بالمحبة وبالشوق، وبس بننوه على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة البرنامج، صفحة ولا تعسروا، اللي احنا بننتظر فيها أسئلتكم عشان نجاوب عليها ونتواصل معاكم، وإن شاء الله دايما نكون مع بعض على خير وبركة ونور. أستاذ وليد معانا؟ أستاذ وليد. اتفضل يا أستاذ وليد. كنت عايز أسأل حضرتك عن موضوع فوائد البنوك، يعني أنا الفايدة دي حلال ولا حرام، وعايز نص إن أنا أعرف وأفهم كويس إن ده حلال أو حرام. طيب بص يا سيد وليد، خلينا نكون بسطاء مع بعض. أنت لما بتحط فلوسك في البنك بيبقى قصدك إن أنت تحط فلوسك عشان إيه؟ عشان تربح. فإذا كنت حاطط فلوسك عشان تربح أكيد الفلوس اللي أنت حطيتها في البنك ما بقتش قرض، واكيد بدل هي ما بقتش قرض يبقى ما ينفعش نحط فيها قاعده كل قرض جرى نفعا فهو ربا. خلاص، ان انت حاطط فلوس في البنك ليه بقى؟ قال لك البنك ده بيعرف يدير الفلوس، فانا بديله الفلوس وهو يديرها في مشروعاته. يبقى الفلوس اللي انا حطيتها في البنك دي ده نوع من انواع تمويل مشروعات البنك، والبنك بياخد مني الفلوس وبياخد الفلوس من غيري ويجمعها وبعدين يضخها في مشروعات، وبعد كده ايه اللي يحصل؟ بيديني نسبة محددة مسبقا، مش بيديني نسبة ثابتة، هو بيديني نسبة محددة مسبقا، والنسبة دي هي ثابتة مش عشان هو بيكون محدد الأمر ده، لكن هو انت بتدخل بتمول كل مشروعات البنك، ففي مشروعات بتكسب ومشروعات بتخسر، فهو بيحدد مسبقا عشان يخرج من هذا الكلام. وكمان الريع ده ما نقولش بقى فايده، ما خلاص ما بقاش في ما اسم فايده، ده اسم مش صحيح خالص خالص على العائد بتاع ايداع الاموال في البنك. ولذلك ايداع المال في البنك عمل ومعامله صحيحه، لانها ليست من قبيل القرض ولكن من قبيل التمويل. اذا هذا حلال وليس حراما، لانه لا شبهه فيه للربا. أستاذة فاطمة اتفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة فاطمة لو سمحت حضرتك، أنا كنت عايزة أكلمك بخصوص مشكلة أنا وجوزي. يعني طيب لو كانت مشكلة تتعلق، طب اتفضلي نشوف المشكلة إيه هي. اتفضلي. طيب لو سمحت دلوقتي، أنا متجوزة بقالي بتاع سنة ونص هوت، بس قعدت مع جوزي 8 شهور ونص في بيت حماتي. طبعا أنا السلفة الأولى، معلش أنا هطول على حضرتك. طبعا انا السلفه الاولى. طب ما اقول لك حاجه بدل ما نطول، ما تقولي لي السؤال، ولو احتاجنا تفصيله باسالك. قولي لي السؤال اللي بتساليه. طيب ماشي حضرتك. دلوقتي انا زعلانه عند والدتي بقالي 7 شهور. وهو ولا سال، هو دلوقتي مسافر في بلد، يعني هو شغال فيها في دوله. طيب. غير الدوله. طيب. والدته بتشتم بافظع الشتايم اللي في الدنيا، والدته بتشتم بيها. طيب دي اول حاجه. تاني حاجة، أبوه يعني أبوه راجل الله يصلح حاله، ملوش كلمة في البيت خالص. حتى لما كان بيشتم أبوه بيشتمني، يعني لما كان هو جوزي دوت بيشتمني، وكانت أمه بتوصله بينا لأن هو يضربني ويمد إيده عليا. فين ما أنا نزلت وتعبت منهم، سبتهم وجيت عند والدي هنا زعلانة بقالي 7 شهور، كنت حامل وولدت هنا عند والدي. طيب السؤال بقى، السؤال إن أنا بقول لحضرتك دلوقتي، هو دلوقتي كل ما يجي يتكلم يقول لي يانا يا أبوكي، يانا يا أبوكي. يعني ايه انا يا ابوكي؟ هتطلقي ابوكي يعني؟ طب وهو زوجك هتقدري تعملي ايه؟
يعني بالطلاق خلاص، لكن ابوكي ده ابوكي اللي انت بتحمله اسمه في كل قلت حته. قلت له كده، قلت له لو سمحت يا حضره الشيخ لازم حضرتك معلش اسمعني لان انا مضطره اكلمك جدا، انا مش عارفه اعمل ايه، انا عايزه اكلمك لو سمحت. انا قلت له ما ينفعش تقول لي انا يا ابوكي، جاي قايل لي لا هو انا يا ابوكي، لان انا لو ما جيتش لابوكي، لان طيب انا يا استاذه أنا فاطمه من السعوديه مش هاجي لابوكي، يعني هو ساعه ما يجيني استاذه فاطمه ساعه ما يجي. نعم ايه راي حضرتك ان احنا نتكلم بعد الهوا، وحضرتك سيبي رقمك في الكنترول وانا نتواصل مع حضرتك ونتكلم، لان واضح ان اللي حضرتك بتسالي عنه ده دي استشاره ومش فتوى، فالاستشاره بتاخد وقت اطول وعشان نقدر نفصل فيها نتكلم ان شاء الله بعد الهوا. فانا في انتظار حضرتك. السيده ام احمد من الجيزه. ايوه السلام عليكم. اتفضلي حضرتك. عليك السلام. عليك السلام لحضرتك. تحياتي لحضرتك وصلت البرنامج. الله يرضى عنك، اتفضلي. طيب انا عندي عند حضرتك بس سؤالين. اتفضلي. السؤال الاولاني بس اللي جابه بعد الاسئله لو سمحت عشان سمع ضعيف قوي من التليفون. يلا يا ستي ربنا يديك الصحه. الله يخليك. يعني سمعت انا بصلي الاربع ركعات، بصلي الفاتحه وسوره قصيره. ففي بعض الناس قالوا لي لا، الركعتين الاولانيين هم الفاتحه وسوره قصيره، والركعتين الثانيين بالفاتحه فقط. والسؤال الثاني حضرتك، ما هما صفات عتقاء شهر رمضان؟ تاني يعني كده ايه؟ معلش ايه تاني؟ ما هي صفات عتقاء شهر رمضان؟ يعني طيب اقول لحضرتك حاضر. شكرا. وهل اللي بيتوفى في رمضان بيكون معتوق من النار حتى لو كان ما بيقضيش فرائض ربنا؟ حاضر اقول لحضرتك كل حاجة. طيب أول حاجة أنت سألتيني على الصلاة. نعم الركعتين الأوليين بيكون بنقرأ فيهم الفاتحة وسورة، والركعتين الثالثة والرابعة بنقرأ فيهم بالفاتحة فقط. سألتيني بعد كده على مسألة ان اللي بيتوفى في رمضان، هل اللي بيتوفى في رمضان بيكون مغفور له؟ اللي بيتوفى في رمضان بيرجى له الرحمة، لكن انت بتسألي حتى لو ما كانش فضل الله واسع، فضل الله واسع ان هو يشمل ما يشاء من عبادي، احنا ما نقدرش نحجر على فضل ربنا، لكن ليس ده بيدعو الناس إلى أن الناس تتهاون في العمل، لكن بيدعو الناس إلى أن هي ترجو رحمة ربنا، وده شيء مهم جدا. يبقى ده بيدعونا أن احنا نرجو رحمة ربنا. تمام. السؤال الثالث بتاع حضرتك، إيه هي صفات عتقاء رمضان؟ صفات عتقاء رمضان أن هم ناس أقبلوا على الله بالانكسار وبالتذلل وبالتقوى، فجعلهم الله سبحانه وتعالى من عتقاء الله سبحانه وتعالى في رمضان. وفي الغالب هنجدهم في وصف التقوى اللي هو العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل. ولذلك اللي عايز يبقى من عتقاء الله في رمضان عليه بهذه الصفات لكي يقبله الله سبحانه وتعالى ويجعله في العتقاء من رمضان. معانا السيدة أم محمد، اتفضلي. السلام عليكم حضرتك الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا كنت عايزة بس أسأل حضرتك عن حاجة. اتفضلي. دلوقتي ربنا ذكر عقوق الوالدين، طب لما يكون الأب نفسه هو اللي عاق، إحنا نعمل معاه إيه؟ بس أهم حاجة لازم يكون عندنا إحنا، أصل إحنا في بعض الأحيين بنشوف حاجات هي حقوق لينا على آبائنا وهي مش حقوق. زي مثلا من حقوقنا على آبائنا إن هو لازم يدينا زي إخواتنا. من حقوقنا على أبائنا إن هو يكلمنا بالطريقة اللي تتناسب مع شخصيتنا، بحيث إن هو يقول رأيه من خلالنا مش من رأيه من خلال ما اللي هو شايفه في تربيتنا. ففي بعض الأحيين اللي إحنا بنسميه عقوق من الوالدين بيبقى في الحقيقة مش عقوق، لكن في حاجات بيبقى باين فيها إن هو عقوق، زي إن الواحد ما يترك تربية ابنه التربية الحسنة، أو إن الواحد يهين ابنه بشكل من الأشكال واضح، إن واحد يحاول يحطم ابنه لا عن شيء إلا لأنه حاسس إن ابنه عبء عليه، كل ده نوع من أنواع العقوق. نعمل بقى إيه في لما يكون الأب عاق لابنه؟ حتى لو الأب عاق لابنه فصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إليه. يبقى أنا أعمل إيه؟ أحسن إلى أبي حتى لو كان عاق، حتى لو كان عاق ليا. ليه طيب؟ لأن أنا لما أحسن لأبي ده بيفتح علي أبواب الخير، لأن بر الوالدين بيفتح عليا ان ربنا يبارك لي في عمري ويوسع رزقي
بغض النظر عن ان ماذا كان يفعل ابي، وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان مكارم الاخلاق ليس ان تكافئ الخلق بالخلق، ولكن مكارم الاخلاق في ان تكون انت افضل خلقا، فاذا اسيء معك الخلق كنت انت صاحب مكارم الاخلاق. استاذ سيد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مياسين؟ بخير الحمد لله اتفضل. يا بس يا جراء، بس انا عايز حضرتك اكلمك حظي يعني نكلم ستك يعني بره البرنامج معلش. طيب يا سيدي حضرتك روح للكنترول وهنتكلم ان شاء الله بره البرنامج على طول ان شاء الله. دي كانت اسئلتكم وان شاء الله نكمل معاكم وان شاء الله نلتقي بعد الفاصل. نجعل لكم تاني عشان ندخل في روضة من رياض الجنة كمان اللي هي روضة الذكر، ونشنف قلوبنا وأسمعنا بجميل الكلام. أنا النهاردة معايا حد من أحب الناس إلي، هو إمام وخطيب ومقرئ ومنشد، فضيلة مولانا الشيخ نصر السيد. إزيك يا مولانا؟ أهلا وسهلا سيدنا. زي حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك يا سيدنا. وحشني كتير يا شيخ نصر. حضرتك اكتر والله يا سيدنا. يا مولانا احنا مشتاقين ليك، وعشان احنا مشتاقين ليك ومش عايزين ناخد من وقت حضرتك، احنا عايزين نسمع حضرتك يا مولانا. اتفضل يا سيدي. تمام يا سيدنا، حاضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تأبى الحروف وتستعصي معانيها، تأبى الحروف وتستعصي معانيها حتى ذكرت كفا للطواف. الله. سيدي يا رسول الله، تأبى الحروف وتستعصي معانيها حتى ذكرتك فانهالت طوافيها المصطفى، قلتها فاصبرت ربان لغتي وسال نهر فرات في بواديها. وكيف يجذب حرف أنت ملهمه، الله. وكيف تطمأ روح أنت سافيها، وكيف يجذب حرف أنت ملهم، وكيف تطمأ روح أنت سافيها. تفتحت زهرة الألفاظ فاح بها
أحسكم من القبة في القصرى يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله كم عصفت بي الذنوب وأغوتني بلاهيها وكم تحملت أوزارا ينوء بها عقلي وجسمي وفادت في ضواريها لكن حبك يجري في دمي وأنا من غيري موجة ضاعت تواصيها وأنا من غيره موجة ضاعت شواطئها يا سيدي يا رسول الله يشفع لي أني افتديتك بالدنيا وما فيها الله 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ايه الجمال ده يا مولانا؟ ايه الجمال ده يا شيخ نصر؟ جمال يا مولانا ده زاده في الخلق وزاده في الحلاوه وزاده في الجمال يا مولانا. يا ربنا يزيدك جمال على جمالك وحب على حبك لحضره النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا يا شيخ نصر واحنا ان شاء الله نلتقي مرات بقى ان شاء الله. تحت امر حضرتك يا سيدنا ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك في حضرتك ويخليك يا سيدي. الشيخ نصر فتح نفسنا ان احنا نلوذ بمولانا سبحانه وتعالى، فاللهم نسألك وأنت الذي تنظر إلينا وترى ضعفنا وفقرنا إليك، فقد علمنا يا مولانا أنك تجزل العطاء في هذا الشهر ولك عتقاء في كل ليلة من ليالي رمضان، فيا مولانا إن كنت لم تكتب أسماءنا في عتقائك فيما مضى من ليالي رمضان فنسألك بجودك وبكرمك أن تكتبنا الليلة في عتقائك من النار، نسألك أن تكتبنا الليلة في عتقائك من هوى أنفسنا، نسألك الليلة أن تكتبنا من عتقائك من نار الخوف والقلق والوجع والضيق والحرج، نسألك يا مولانا أن تجبر خواطرنا وأن تشرح صدورنا حتى نذوق شهد قربك في هذه الليالي. يا مولانا بارك لنا في رمضان وامسح على قلوبنا فاجعل قلوبنا أصفى من اللبن، واجعل أرواحنا موصولة بك، واجعل قلوبة تديم النظر إليك. أكرمنا يا ربنا بتمام النظر إليك وبحلاوة عبادتك والسجود تحت عرشك يا كريم يا قريب يا ودود يا رحيم، أكرمنا بقربك ولا تقطعنا عنك يا رب العالمين.